بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل متتبعينا ومشاهدينا دوما عبر قناتكم على اليوتيوب. موضوع حلقة اليوم إن شاء الله سوف يكون عن شروط ملف لم الشمل الخاصة بالأزواج أو الأطفال، أو ما يسمى باللغة الفرنسية لو دوسي دو باريناج، أو باللغة الإنجليزية سبونسر فايل فور سبونس أور تشيلدرن. إذن هذا هو موضوع حلقة اليوم. مباشرة نأخذكم دون إطالة إلى الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والجنسية واللجوء الكندية، وإلى موضوعنا بالذات Apply to sponsor your spouse, partner or children، التقدم بالكفالة للزوجة أو الشريك أو الأولاد. وكما قلت لكم، موضوعنا سوف يكون عن شروط التقدم التي توفر يعني في الراعي الذي يريد جلب زوجته أو أولاده هنا إلى كندا. إذن مباشرة find out who can apply. إذن شروط الراعي يعني الذي هنا الموجود هنا في كندا ويريد أن يجلب زوجته أو أسرته إلى هنا إلى كندا. إذن أنتم كما تعرفون الكثير من المهاجرين يعني يتقدمون للهجرة يعني لوحدهم كعزاب، وبعد الاستقرار هنا بكندا يتزوجون ويكون لديهم أولاد ويقومون بعمل الملف لم الشمل والتحاق العائلة بهم في كندا. إذن سوف نتعرف على هذه الشروط. أول شرط هو أن يكون at least 18 years old، يجب أن يبلغ من العمر 18 سنة. A Canadian citizen, a person registered in Canada as an Indian under the Canadian Act، يجب أن يكون مواطنا كنديا. أو a permanent resident living in Canada، أو مقيما دائما يعيش هنا في كندا. If you are a Canadian citizen living outside Canada، you must show that you plan to live in Canada when your sponsored relative becomes a permanent resident. يعني هناك فرق بين المواطن الكندي والمقيم الدائم بكندا. المقيم الدائم بكندا لا يجب أن يكون لحظة يعني تقديم الطلب متواجد هنا بكندا، أما صاحب الجواز الكندي أو صاحب الجنسية الكندية فليس شرط، ممكن أن يكون خارج كندا، لكن يجب أن تكون لديه خطة في العودة والعيش مع شريكه وأولاده هنا في كندا بعد التحصل على أوراقهم. الشرط الثالث يتمثل في عدم يعني لا تكون لديك إعانة مالية من طرف حكومة كندا. Able to prove that you are not receiving social assistance for reasons other than a disability. يجب أن تكون يعني لا تكون يعني تتقاضى يعني منح من طرف حكومة كندا إلا إذا كنت يعني معاقا أو لظروف خاصة. الشرط الرابع يتمثل في أن يعني أن تكون لديك الأموال الكافية لإعانة زوجتك أو أولادك القادمين هنا إلى كندا، يعني able to prove that you are not عفوا have enough income to provide for basic needs for immigrant children, dependent children or dependent child of the principal applicant. يجب أن تكون لديك المقدرة المالية لإعالة أسرتك. الآن ننتقل إلى من هم الذين لا تتوفر فيهم الشروط على الرغم من إقامتهم هنا في كندا وعلى الرغم من حملهم لجواز السفر الكندي، لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة بلم الشمل. عفوا لحظة. إذن who cannot become sponsor، من لم يستطيع لا يستطيع أن يكون راعي لزوجته أو أهلها وأسرته. إذا كان لديك يعني failed to pay، لم تدفع immigration loan يعني قروض خاصة بالهجرة مثلا أو الدراسة أو غير ذلك. لديك أيضا يعني performance bond، يعني لديك يعني حكم أو مثلا حكم أو مدان، ولديك مثلا family support payments يعني مدفوعات خاصة بالأسرة لم تسدد. Have failed to provide for the basic needs of previously sponsored relative who received social assistance، يعني ليس بمقدراتك التكفل بالعائلة. Are in penitentiary jail reformatory or prison، إن كنت يعني في إصلاحية أو سجن أو غير ذلك.
receive social assistance for a reason other than disability. يعني تتقاضى أموال من المساعدات الاجتماعية وأنت لست معاق. Are still going through the process of bankruptcy. يعني أنت يعني تعاني من الإفلاس. Were sponsored by a sponsor partner that you became a permanent residence the 5 years ago. أو كنت أنت نفسك يعني مكفول من طرف شخص آخر. Sponsored a previous sponsor partner then and 3 years have not passed since the person became a permanent resident. يعني أنت كنت يعني معال من طرف شخص آخر لمدة 3 سنوات ولم تنقضي تلك 3 سنوات. إذن هذه هي الشروط الأساسية التي تمنع يعني الشخص من أن يستطيع يعني جلب عائلته. إذن هناك شروط يجب توفرها، وإذا أخللت بإحدى هذه الشروط فلن تستطيع يعني إحضار زوجتك أو أولادك هنا إلى كندا. إذن هذه فكرة عامة عن الشروط الكفالة يعني لما الشمل. وهناك أيضا بالنسبة للذين يمرون عبر الكيبك هناك شروط خاصة بالكيبك. نضغط على الرابط كيبكس كونديشن تو بي سبونسر. يجب أن تكون لمدة 3 سنوات بالنسبة للأزواج، جيد أن تبلغ من العمر 18 سنة، نفس الشيء بالنسبة لكندا، وتتعهد بالتكفل بالأسرة أو الزوجة لمدة 3 سنوات، نفس الشيء بالنسبة لكندا. إذا يجب أن تتعهد بتوفير المأكل والمشرب والملابس للزوجة أو الأولاد خلال تلك الفترة، وأن تقوم بدفع التكاليف الخاصة بذلك. إذا بالنسبة إذا ننتقل الآن إلى التكاليف، تكاليف دفع الملف الخاصة بلم الشمل. جيد. إذا هنا لدينا use our basic guide بالنسبة لدليل. هذا الدليل تجدون به كل المعلومات الخاصة بطلب ملف لم الشمل مفصلة ومدققة بهذا الدليل. وكما تعلمون بالنسبة للأزواج هنا بعض يتساءل هل للزوجة يمكنها العمل أو الزوج يمكنه العمل في كندا هنا؟ نعم، يمكن للزوج أو الزوجة العمل وتستفيد من يعني تصريح عمل مفتوح أو open work permit كما تقرأون هنا. If you are applying under the spouse or common law partner in Canada class, your spouse or partner may be able to apply for an open work permit. يعني يستطيعون التقدم لتصريح عمل مفتوح. يعني الكثير من يتساءل ربما عن بالنسبة للأزواج الذين يدرسون هنا ويريدون جلب زوجاتهم أو أزواجهم هنا إلى كندا. نعم يمكنهم ذلك، ويمكنهم عمل لم شمل، لكن لم شمل مؤقت يعني ينتهي بانتهاء صريح الدراسة الخاصة بالزوج، وهم الآخرين يستفيدون من يعني عقد عفوا من صريح عمل مفتوح بالمدة التي يعني بالتي يعني التي بها صريح الدراسة أو work permit. بالنسبة للوثائق سوف نتكلم عنها في موضوع لاحق. اليوم تحدثنا فقط عن الشروط لأن بها الكثير من المعلومات، أردت أن أقسمها على مراحل. يعني اليوم تحدثنا عن الشروط، وسوف نتحدث أيضا في عجالة عن تكاليف دفع الملف، تكاليف دفع الملف الخاصة بلم الشمل حتى تكون لديكم فكرة عن ذلك. إذا هنا نضغط على pay your fees أو دفع ملف يعني مصاريفكم الخاصة بالملف. بالنسبة لمدن للأشخاص الذين يريدون جلب زوجاتهم أو أزواجهم هنا يدفعون المبلغ الشامل وهو 1040 دولار كندي بالنسبة لمن يريد جلب زوجته أو تريد جلب زوجها هنا إلى كندا في إطار يعني ملف لم الشمل. إذا sponsorship fee هي 75 دولار مصاريف الكفالة أو لما الشمل. Principal applicant processing fee بالنسبة للمتقدم الرئيسي يعني حقوق ملف معالجة الملف هي 475 دولار كندي. And right of permanent residence وبالنسبة لحقوق الإقامة الدائمة تقدر ب 490 دولار كندي، مما يجعل المبلغ كليا يساوي 1040 دولار كندي. أما بالنسبة للأشخاص للأطفال فتدفعون 150 دولار كندي عن كل طفل تريدون يعني إحضاره هنا إلى كندا، 150 دولار كندي شاملة لكل شيء. أما بالنسبة للزوجات أو الأزواج بدون عقد أو الشركاء أو ما يسمى عندهم هنا ببارتنر فتدفعون 550 دولار كندي، ويمكنكم دفع هذه المستحقات أونلاين.
وفي المواضيع الأخرى إن شاء الله سوف نتكلم عن الملف بالتفصيل، ملف لم الشمل. اليوم تحدثنا عن شروط التي يجب أن تتوفر في الراعي أو the sponsor أو le parent حتى يقوم بلم عمل لم الشمل الخاص بزوجته أو أولاده. في الحلقة المقبلة إن شاء الله وفي الحلقات المقبلة إن شاء الله سوف نتحدث عن بالطبع عن الملف الذي يجب دفعه من أجل يعني التقدم بملف الشمل الخاص بالأزواج وكذلك الأولاد. إذن هذا بالنسبة لحلقة اليوم إخواني. سوف نترك لكم يعني رابط موقع هذا الخاص بملف لم الشمل في الرابط أسفل الفيديو، ونتمنى يعني أن نكون قد أفدناكم وأعطيناكم فكرة أو لمحة عن لم الشمل الخاصة بالعائلات الأسر والأزواج هنا في كندا وتكاليف دفع الملف، ومن المصدر الرسمي كما تلاحظون من موقع وزارة الهجرة الجنسية واللجوء الكندية. إذن تحياتي مني إليكم أصدقائي، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى عدد آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.